على ما تقدم أطلب من عدالة المحكمة أن تنظر بعين الرأفة إلى موكلي وأن تضع في الاعتبار الحالة النفسية والصحية التي مر بها والتي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة. وشكرا. الحكم بعد المداولة. الحكم في القضية رقم 501 لسنة 91 جنايات. بعد الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمتهم إبراهيم محمد النادي، قررت المحكمة إيداعه مستشفى الأمراض العصبية لتتولى الإشراف على علاجه. رفعت الجلسة. Thank you.
النقطة ملهاش حل. طول عمرك رائع يا حسين، وإن شاء الله كده خدنا حكم حلو في قضيتنا. إن شاء الله إن شاء الله. أنا طلبت رأي الخبراء في الموضوع، بس بتهيألي إنه هياخد وقت شوية. أنت قدها وقدود. الله يخليك، شكرا. بس ما تنساش إن المحامي بتاعه ده من ألد أعداءه، ده كان واخد الموضوع بشكل شخصي. أنت أستاذ كبير يا متر. الله يخليك، شكرا. وهو هيروح فين جنب عبقرية حسين الهواد؟ الله يخليك. حاجة في القانون يعني. أشكركم يا جماعة. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. القضية كانت صعبة قوي، لكن الحمد لله كسبتها. تعرفي يا أولاد، أهل المتهم كان عندهم ثقة كبيرة فيا قوي. الحمد لله ربنا نصرني. إيه يا أولاد؟ مالك؟ ساعة ما خرجنا من المحكمة ما قلتيش ولا كلمة، حتى ما قلتليش مبروك. في حاجة؟ تعبانة ولا إيه؟ تاخد رأيي في القضايا بتاعتك. ايه؟ عدم ثقة؟ ولا مش معترف بيا كمحامية زيك؟ وانا اقدر، امال انا اتجوزتك ليه؟ تتريق حضرتك؟ ولا عشان يعني ما عنديش قضايا؟ ما انت عارف، الناس بتجري ورا الأسماء اللمعة. الأسماء اللمعة دي يا دولة ما بتوصلش إلا بعد كفاح. خلاص، اديني الفرصة كافح. عندك في المكتب 100 قضية. خد القضية اللي تعجبك واشتغلي فيها. وتفتكر الموكلين بتوعك هيرضوا وانا جزء من مكتبك؟ تعبتيني معاك يا دولة. تصبح على خير. انت من اهل الخير. هاي. لا ايه ده يا دولة؟ انت فاضلي شعرك كتير وحكيلي من فين؟ الله يخليك. بلاش وضع بقى. انت عارفه انك انت جميله من غير حاجه. الورقة اللي معايا دي ملهاش أي حكم فيها، وعايز تبقي تطلعني من الشقة. خلاص.
تعبير المكتب في اي وقت في مستندات معاكي. ممكن اقول ان شاء الله حلوه. ميرسي قوي حلعت. طمني يا مدام، احنا ممكن نثبت للمحكمه ان المرحوم كان مؤجر لك الشقه من الباطن لمده 5 سنين، بس المهم انك انت تجيبي لي الاوراق اللي طلبتها منك. حاضر يا فندم، ربنا يطمنك يا متر. بس شكرا. الف شكرا. مع السلامه. اهلا يا دولة. معلش مش هقدر اقعد معاك عشان مستعجله شويه. الاستاذ حسين طمني على كل حاجه. ابقى اشوفك في النادي. باي. ايه يا دولت؟ مالك في ايه؟ انا عايز اتطلق. تقول ايه؟ عايز اتطلق. اي ليه؟ انا زعلتك في حاجه؟ لا لا. امال ايه بقى؟ انت انسان مثالي، بس انا مش سعيده معاك. حياتي بقت باردة ملهاش أي معنى. كل طموحاتي وأحلامي ماتت. بقيت مجرد ظل ليك ولنجاحك. مريم، بقيت دلوقتي تكرهي نجاحي؟ لا. مع العلم إن نجاح الست من نجاح جوزها، ولا أنت شايفة غير كده؟ دولة، أنا ما منعتكيش إنك أنت تشتغلي عشان تحققي طموحك. نجاحي في وجودك كان شيء مستحيل. كنت دايما بتعاملني معاملة الأستاذ لتلميذه، مصر دايما تحسسني بالإحباط. زاد إنك منعتني أستقل بمكتب لوحدي أو حتى أشتغل عند مكتب محامي تاني. دولت يا حبيبتي، أنا ما كنتش متصور أبدا إن جواكي كل المرارة ديت. عشان عمرك ما شغلت نفسك لا بيا ولا باللي جوايا. 10 سنين وأنا ما حققتش أي حاجة، حتى الأمومة. وانا طب دي إرادة ربنا يا دولة. كان في ايدينا ايه حاجة نعملها وما عملناش؟ دولة أرجوك ما تهدميش بيتي في لحظة غضب. غضب؟ بالعكس صدقني، أنا في منتهى الهدوء، وقراري ده نتيجة تفكير طويل. من فضلك يا حسين طلعي. تبقيش عاملة زي الرجالة، احنا لهمش قراية الجورنال الا وهم بيفطروا، ويبقى الواحد منهم حاطط راسه في الجورنال عشان ما يكلمش مراته كلمة واحدة. انت كسب قضية مهمة قوي. ما انت كنتش عايشة متهنية معايا، على الأقل كنتش عايشة في ظل راجل. من فضلك يا أمي وأرجوكي، الكلمة دي بتضايقني. احمدي ربنا إنه لسه باقي عليكي ومديكي فرصة تفكري. على رأي المثل بقيتي عامله زي بيت الوقت، لا انت متجوزه ولا انت مطلقه. هي فرحتي بالمكتب اللي انت رحتي فتحتيه. بكره حاضر، وحمسك قضايا كبيره والجرايد تكتب عني. تقدري تقولي لي حسين الهواري ابتدى حياته ازاي؟ صفحه الحوادث، اختيار القضايا المعقده اللي فيها، يتبرع بالدفاع عن المتهم، وكم قضيه سخنه باكبر محامي في مصر. ايه المشكله؟ انا لو منك انسى حكايه الطلاق دي خالص وارجع بيتي. وهي مناسبه حلوه يا بنتي تباركي لجوزك على القضية اللي كسبها. زي الحمد لله. ايه رأيك نتغدى سوا؟ لا، اصل هتغدى مع ماما. مات تيجي معانا؟ لا، بالمناسبة انا عايز اخد رأيك في قضية. يا ساتر محمود شكري.
رجل أعمال يطلق الرصاص على زوجته في فيلا عاشق. العشيق يلقى حتفه في الحال والزوجة في حالة سيئة جدا. إن ثلاثة أشياء لا تنتهي، أنت والحب والموت. أن تقتليني وأن توقفيني عن الموت، هذا هو الحب. إني أحبك حين أموت، وحين أحبك أشعر أني أموت. فكوني امرأة وكوني مدينة. أنت بتجيب الحماس ده كله منين؟ وعلى فكرة أنت أحسن واحد لحد دلوقتي قلت شعر المحمود درويش. دولة أنا الشعر ده كل حياتي، هو اللي بيخليني أستحمل القرف اللي أنا عايش فيه. يا ساتر، مال كلامك مليان مرارة بالشكل ده؟ أنا حياتي كلها مرارة. معقولة؟ معقولة إنسان بثقافتك وعقليتك دي يكون ده شعوره؟ بعدين يا أخي أنت بتحضر ماجستير في القانون، يعني بعديها إن شاء الله الدكتوراه، ما تبقاش تمام. عايز إيه من الدنيا أكتر من كده؟ يا دولة أنت حياتي غير حياتي خالص. اتربيتي في مجتمع غير المجتمع اللي أنا اتربيت فيه. ما تعرفيش قد إيه أنا تعبت عشان أكمل تعليمي. أبويا ما كانش لاقي حتى يجيب لنا عيش حاف. أنا متأسف جدا إن أنا بصدمك في واقع أنت مالكيش فيه. بالعكس، ده يخليني أحترمك أكتر. حقيقي أنا عمري ما قابلت إنسان صريح مع نفسه بالشكل ده. صدقيني يا دولة دي مش صراحة، ده نوع من أنواع العجز واليأس. تفتكر يا دولة ممكن في يوم يجمعنا مستقبل واحد؟ أكيد أكيد ممكن تجمعنا الصداقة والزمالة طول العمر. على إذنك. خير المحامية عاوزة تتكلم معك. انت ايه اللي جابك بس؟ كنت عايز نعرف انك في موقف زي ده واسيبك. ما كنتش احب انك انت بالذات تشوفيني في الوضع ده. صعبان عليا ان انا بعد كل السنين دي ما نتقابلش في مكان زي ده. انا هقف جنبك ومش هسيبك ابدا، لان انا الوحيدة اللي عارفاك كويس. محمود اسمعني، أنا عايزة أدافع عنك، اديني الفرصة دي. ممكن تحكي لي اللي حصل؟ اللي حصل كان فظيع. كنت بسمع عنها كلام كتير أوي، لكن ما كنتش بصدق لغاية لما لقيت معاملتها ليا بتتغير. اتغيرت خالص في الآخر. خانتني، بهدلتني، بهدلت بيا وكرمتي الارض. رقبتها لغايه لما لقيتها داخله عند عشيق. نفسي ضربته برصاص، ضربته برصاص وقعدت ادور عليها. ايه
لقيتها في سريره. كان منظر فظيع، منظر بشع جدا. ما قدرتش احتمله. اضطريت اضربها برصاصة هي كمان. انت الانسانه الوحيده اللي وقفت جنبي في ازمتي دي. انا محتاج لك قوي يا دولت. ما تقلقش. لازم تخرب بيتهم. الكلب اللي مرمي في السجن ده لازم تقتله. اهدى ازاي بس؟ اهدى ازاي؟ محمود بيواجهني ضربه بالصميم. انا اللي لميته في الشوارع وجوزته بنتي. ماشي ممكن نشوفها دلوقتي؟ تعبانه خالص، تعبانه قوي قوي قوي، تعبانه قوي. انا خايف عليها يا حسين. اتفضل اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا مدام نوال. انا مقدر طبعا الحاله اللي انت فيها، لكن ده شيء هينتهي بسرعه ان شاء الله. احب اطمنك ان القضيه في ايدي وانا مهتم بيها. اتكلمي يا نوال، قولي كل اللي تعرفيه. انا اسمي اتمرمط في الوحل. انا بس عايز اعرف ايه علاقه جوزك بباسيوني، وايه هو نوع العمل اللي كان بيربطهم ببعض. باي نوال. رايحة فين؟ مروحة. معقولة؟ انت مش فاكرة تقعدي معانا كام يوم؟ معلش، اصلي افتكرت حاجة مهمة، لازم اكون في البيت الليلة. ميار يا حبيبتي، انا فهماكي كويس. في ايه؟ مالك؟ انكل محمود. ماله؟ تصوري جاله ضيف في الصالون، دخلت له علشان اسالهم بس يشربوا ايه، شخط فيا وقال يطلعي بره. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، خليكي قاعده. معلش. انت ازاي تيجي بيتي عشان تكلمني في موضوع زي ده؟ واحنا لازم نتحاسب يا محمود. اسمع بقى، ما اقول لك انا عرضت حياتي للخطر، كنت هروح في 60 داهيه عشان خاطرك. لا ولا داهية ولا حاجة. أنت دخلت البضاعة في شنط حماك اللي مش ممكن أي حد يشك فيه أبدا. أديك قلتها، يعني من غير العملية ما كانتش هتتم. لا يا حبيبي، ما تنساش إن صاحب رأس المال أنت مجرد صابع يا محمود. اسمع بقى، ما أقول لك حقك خدته كله على دايري مليم، مالكش أي حاجة عندي. حسبتك كده غلط يا محمود. أنا ممكن أدفعك عمرك مقابل حقي. اوعى تفتكر ان هسيبك تتهنى بالغنيمه لوحدك. انت جاي بيتي تهددني يا بسوني ولا ايه؟ ما هو انا لازم افهم كل حاجه. الراجل ده من ساعه ما دخل حياتك وهي متلخبطه، بينك وبينه ايه؟ الراجل مين بس يا حبيبتي؟ الراجل اللي قابلناه في روما وقلت لي انه من اعز اصحابك، ولما بابا سألك عليه عملت نفسك ما تعرفوش. عارفة أكتر حاجة بتزعلني فيكي إيه؟ نظرة الشكل في عينيكي دي. بس أنا لازم أقول لبابا عشان يشوف جوز بنته بيعمل من وراه إيه. خلاص يا ستي، قولي لبابا أي حاجة عايز تقوليها له. بس لازم تفهمي إن مفيش حاجة من اللي في دماغي دي صح. أنا بحبك أنتِ. هاي. Thank you.
أرجو ترك الرسالة بعد سماع الصفارة وشكرا. بسيوني أنا محمود. إذا كنت موجود رد عليا. واضح إنك أنت مش موجود، فأنا عايز أسيب لك رسالة أقول لك فيها إني فكرت في اللي حصل بينا، ولقيت إن عيب قوي إن إحنا نخسر بعض عشان شوية فلوس. عشان كده أنا قررت إن أنا أرجع لك فلوسك وشوية فلوس أبويا كمان. بس عشان أثبت لك إن أنا أحسن منك. هتثبت لي إزاي إنك أحسن مني يا محمود؟ بسيوني. ما تقول إنك أنت سامع الحديث يا راجل. الله، أمال ما رديتش من الأول ليه طيب؟ بالمناسبة كل سنة وأنت طيب. مش النهاردة عيد ميلادك برضه؟ متهيألي إن إحنا لازم نحتفل بالمناسبة دي. علشان أثبت لك إن مفيش أي حاجة بيني وبينك. أنا هفوت عليك النهاردة بالليل الساعة 10 ومعايا هدية هايلة ليك. إيه رأيك؟ ها؟ اتفقنا؟ أنا عايزك تجهزي وتتشيكي على الآخر. لازم أروح معاك. بسيوني عامل حفلة كبيرة النهاردة بمناسبة عيد ميلاده، وفي ناس كتير قوي مهمة موجودة. وبعدين عايز أثبت لك إن مفيش أي خلاف بيني وبينك. شيء ما يهمنيش. مفيش وقت دلوقتي. لما نرجع تبقي تقولي لي كل اللي في نفسك. نسيت الهدية في العربية. أوكي. طب خش انتي وانا هروح اجيب الهدية وياك. ها؟ بسرعة. طيب. مدام نوال. كل سنة وحضرتك طيب يا بسيوني بيه. وانت طيبة يا مدام. ومن فين محمود؟ نسي حاجة في العربية، هيجيبها وجاي. اتفضلي يا فندم. كل سنة وانت طيب يا بسيوني. وانت طيب يا مجعلة. اقلعوا هدومكم. اقلعوا. محمود، أنت مجنون؟ اقلعوا هدومكم بسرعة. طب افهم بس. اقلع. محمود. اقلع وأنت ساكت. وأنت كمان. أنت أكيد اتجننت. فك حزام البنطلون. إيه؟ لا لا. فك حزام البنطلون. محمود. وأنت. اقلع بسرعة. خش جوه. انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ خش جوه. انت بتعمل كده ليه؟ انا اسف يا نوال. معلش معلش. استريح استريح. تقدري تكملي؟ بوليس النجدة؟ يا ريت دولة تفوق من الوهم اللي هي فيه، تفهم حياة المجرم ده.
حسين اتفضل. مساء الخير يا دولة. اهلا مساء الخير، اتفضل. اهلا يا حسين، تحب تشرب ايه؟ اعمل لك نسكافيه؟ لا، ندخل في الموضوع على طول. اتفضل، تحت امرك. ايه هو بقى الموضوع بالظبط؟ أنا عايز أعرف أنتِ ليه أقحمتي نفسك وخدتي قضية محمود شكري؟ تقصد إيه بأقحمت نفسي؟ أنا محامية المتهم وواثقة من براءته. أنا آسف يا دولة، بس أحب أقول لك إن موكلك وضعه سيء جدا. بالعكس، موقف موكلتك هو اللي ضعيف جدا، وجريمة الزنا ثابتة عليها. بس مش دي القضية اللي ممكن تبتدي بيها حياتك. أنا جيت لك بس عشان أوضح لك الأمور. لا، أنت جيت عشان لما جات لي قضية مهمة ترافع فيها، عايزني أتراجع. صدقيني أنا يهمني نجاحك، بس في القضية دي مش هتحققي أي نجاح. شوف يا متر. متر؟ طب قولي متر إيه؟ أنا جوزك يا دولة، جوزك. هو أنا ما نسيتش ده، بس إحنا دلوقتي خصمين في قضية واحدة، والكلمة فيها للمحكمة. وهو كذلك. محكمة! القضية 341 للسنة 91، جنايات المتهم فيها محمود السيد شكري. دولة خير، حاضر عن المتهم محمود شكري. حسين الهواري، حاضر عن المجني عليها سيدة نوال عبد الجواد. سمير عبد الحميد، حاضر عن المجني عليه بسيوني رجب. اتفضلي يا سيدة دولة. بداية سيدي القاضي، أحب أن أوضح لهيئة المحكمة أن المتهم محمود شكري كان زميلا لي منذ أيام الدراسة. كان يدرس لنا مادة القانون التي كان ضليعا بها، وقد شهد له الجميع بالسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة، إضافة سيدي إلى أنه كان شاعرا مرهف الحس. ومن غير المعقول أن يكون أصحاب الأحاسيس المرهفة متدنين إلى قاع الجريمة دون أي ضغوط أو أسباب قهرية، فما بالكم إذا كانت الخيانة الزوجية بأبشع صورها وانحطاطها. يظهر أن ثقة الأستاذة دولة في موقف موكلها خلاها تتغاضى عن المنطق. تقصد إيه يا أستاذ حسين؟ قصدي الصورة اللي حضرتك رسمتيها عن المتهم صورة مثالية، مش ممكن تكون موجودة أبدا إلا في خيالك. من فضلك، دي محاولة منك لتشويه صورة موكلي. يا أستاذة دولة، أنت ست ناضجة ولازم تفهمي ان الانسان مليان متناقضات. الصوره اللي انت كونتيها عن محمود ايام الدراسه حتى لو كانت صحيح، فدي مر عليها اكتر من 10 سنين. فاهمه يعني ايه 10 سنين؟ الانسان مش ممكن يتغير من النقيض للنقيض ولا في 100 سنه. حياه الشعوب بتتغير بين يوم وليله، مش عايزه حياه الانسان تتغير؟ انا عايزك بقى تحكمي المنطق وتلغي العواطف دي. معنى كده انك بتلغي الاحساس اللي بيقود دايما للحقيقه. واحنا بنشتغل في القضاء، والحقيقه بالنسبه لنا هي الادله والبراهين. استاذ حسين، انا درست القضيه كويس قوي وعارفه بقول ايه. طيب لما حضرتك درست القضيه كويس قوي وعارفه بتقول ايه، ما فكرتيش محمود ازاي دخل الفيلا؟ ضرب الجرس فتح له بسيون. ببساطه كده، راجل في وضع زنا ومعاه ست متجوزه يقوم يفتح الباب وهو بالوضع ده؟ والله أنا بقول وقائع مدونة في محاضر النيابة، ده غير أقوال الشهود. الوقائع ما تبقاش وقائع إلا إذا كانت نابعة من مصادر موثوق بيها ومعترف بيها من الجميع. ظاهر المصدر الوحيد للوقائع بتاعتك هي أقوال المتهم. أحب أقول لك إذا كنت عايزة تنجحي في المحاماة فكري بعقلك وإلغي حكاية المشاعر دي. لو قعدت النظر في تقرير النيابة لوجدت إن الحالة اللي كانت زوجة المتهم عليها في بيت عشيقها كفيلة بإثبات تهمة الزنا عليها. يعني حضرتك عايزة تصوري للمحكمة إنها جريمة شرف.
طيب انا معاك، راجل متجوز وبيراقب مراته، شافها دخلت بيت راجل غريب على حد قول، يفضل كده بره قاعد مستني لغايه لما يتانسوا ويتسامروا وتقلع هدومها وبعدين يهجم على البيت. بقى ده كلام يخش العقل يا عالم. انت كده دايما تقلب الحقيقه عشان تتفق مع وجهه نظرك. ده رايك فيا يا رولد؟ ايوه، عمرك ما شفت من الدنيا غير نجاحك وبس. اول ما جات لي الفرصه علشان اثبت فيها نفسي عايز تحرمني منها ليه؟ بالعكس، انا دايما بحاول اخد بايدك واساعدك. يا سلام، نسيت الزبونه اللي انت لهفتها مني من غير اي خجل او احترام لمشاعري انا؟ انا الزبونه دي اللي لهفتها منك؟ عيب، ما يصحش تقولي كلام. مين هو اللي صح واللي ما يصحش؟ مش كفايه سنين عمري اللي انت ضيعتها؟ سيبنا ننجح مره بقى. ما تنجح يا اختي وانا ماسكك. يا استاذ حسين، يا استاذ دولة، حلوا مشاكلكم الشخصيه دي في البيت، رفعت الجلسه. سموني قتلوني. هم مين دول سموني؟ اهل مراتي، اهل مراتي عايزين يضربوا لحيتهم، سموني قتلوني. شوش العاطي، شوش العاطي، الحاج راجل بيفرفر. ولا حركة. انزل يا محمود، انزل. الو، ايوه يا ناديه، اهلا يا حبيبتي، اهلا، ازيك وزي مدحت، وحشاني يا حبيبتي قوي. ايوه يا روحي يا ناديه. ايوه حبيبتي، كل حاجه جهزت كل حاجه والفيزا وكل حاجه يا حبيبتي، هجيلك على طول. حاضر، من عيني، خدي بالك من نفسك. ايه، طب يا حبيبتي، مع السلامة. تعالي بقى. عقبالك يا دولة، عقبالك اما ربنا يكرمك واشوف عيالك يا رب. ناوية تروحي لها امتى؟ على طول، دي بتولد يا حبيبتي. هتقعدي قد ايه؟ الله، مش انت بتقولي ليكي شخصيتك المستقلة ومش محتاجة لحد؟ على العموم كلها 15 يوم، أول ما تطمن عليها وتشد حيلها أجيلك على طول يا حبيبتي. يلا الفطار جاهز يا روحي. لو احتجتي لأي حاجة اطلبيها من حسين، ما تستكبريش يا حبيبتي، مش هتلاقي حد زي يخاف عليك. كنت بدور على مفاتيح الشقة. وأخبار الحاجة بجد؟ الحمد لله كويس.
معاكي. أنا متأسف أوي بسبب المشاكل، بس أنتي الإنسانة الوحيدة اللي ممكن أعتمد عليها. يا ريتني. أنا ما أهمش. بقى فكرت وأكلت. حاولوا يقتلوني، حاولوا يسيبوني في السجن، بعتوا لي رجالة عشان يخطفوني قبل ما أوصل المستشفى. إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقوله؟ لازم تفهمي إن أنا مش هتهم. عبد الجواد هيعمل مستحيل عشان يخرج بنته من قضية الزنا. وأبقى أنا القاتل، قاتل مع صدق الإصرار، يعني حامل مشنقة إعدام. الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام غير منطقي وغير سليم. فعلا، كل لحظة بتمر بتسوق فيها موقفي وموقفك أكتر. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هسيب تليفوني. متأسف يا متأسف، انا عصبي تعبان مش عارف اعمل ايه. دولة، انا مش عايز اي حاجه تهز ثقتك فيا، ارجوكي. ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاج فلوس. ولو ان انا مش معاك في اللي انت بتعمله. ده جميل، عمري ما هنسوي لك ابدا في حياتي. انا بكره لك اسفي. في حاجة؟ وديتك بخير؟ مش تقولي اتفضلي؟ اه اتفضلي اتفضلي. ثانية واحدة بس قبل. اه يا دولة، الشاي على النار، خلي بالك وانا جاي بسرعة. ايوه، هاي استاذ عبد الجواد. خير؟ لا لا لا، اطمن، هروب محمود ده مش هيغير من وضع القضيه، بالعكس ده هيثبت ادانته. لا لا لا، ما تقلقش. مع السلامه. تسلم ايديكم. وما تلاقي عليا فين؟ سافرت يا ست البلد علشان بنتها بتولد. عن اذنك. مفيش اخبار عن القضيه؟ دي قضيتك، لازم تعرفي كل حاجه عنها. يمكن يكون عندك اي اخبار جديده. الاخبار اللي عندي عرفت ان في له شركه ساعدوه على الهرب. هو ما هيقولش يتصل بيكي؟ ها؟ لا، هيتصل بيا ازاي؟ Thank you.
الله زمان يا دولة. الحقيقة أنا مبسوط إن القضية جمعتنا مع بعض. مش ملاحظة إن إحنا بقينا نتقابل ونتكلم مع بعض أكتر ما كنا عايشين في بيت واحد. بعيد عني. أنا عارف إنك أنت خدت قضية محمود دي بقى تحدي. في إيه يا ولد؟ إيه؟ تهربي مني ليه؟ أنا لازم أمشي. تمشي في إيه؟ ليه يا ولد؟ ده أنا جوزك جوزك وعارفك كويس. أكيد في حاجة شغلك. خليكي صريحة قولي. مفيش أي حاجة. ما بلاش بقى شغل العيال ده. أنا مش عدوك يا دولة. قولي لي، إيه المشكلة اللي جابتك؟ أنا ما عنديش مشاكل. لما تبقى عندي هعرف أحلها بنفسي. أنا عارف يا ستي إنك أنت تقدري تحلي كل المشاكل، بس نقعد مع بعض ونتفاهم. تعالي 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 نقعد. ايه يا دولة؟ ما وحشكيش البيت؟ اقول لك حاجة، من ساعة ما سبت البيت وانا بحس بفراغ ووحدة من غيرك. ما تعالي يا بنت الناس وترجعي لبيتك ولجوزك اللي بيحبك وبيخاف عليكي، وبلاش تجري الاوهام ديت. اوهام؟ نجاحي وطموحي في نظرك بقوا اوهام؟ أنا ما أقصدش أضايقك يا دولة، ما أقصدش. أنا بقول يعني فيها إيه لما نرجع لبعض؟ وأنا مستعدة يا ستي أكون جنبك وأساعدك على النجاح. ليه؟ كنت ساعدتني قبل كده؟ ولا عشان لقيتني بقرب من النجاح قلت أرجعها للقفص؟ نجاح إيه اللي أنت قربتي توصلي له ده؟ كفاية إنك أنت مش عايزة تشغلي مخك وتعرفي إنك أنت بتجري ورا أكاذيب واد مجرم ضحك عليك وبيخدعك. موكلي على حق وجريمة الزنا ثابتة على مراته. عشان كده بقى حاولوا يسموه في السجن ويداروا فضحتهم. ومش بعيد تكون حضرتك صاحب الفكرة. أنا يا دولة؟ خلاص بقيت في نظرك مجرم؟ أنا أحرض عن قتل؟ عشان انتحاره يؤكد إدانته. وتفضل بقى حضرتك المحامي الكبير اللي عمره ما خسر قضية. مش مهم الوسيلة، المهم النجاح بأي ثمن. على فكرة بقى، محمود اتصل بيا امبارح وطلبت منه يسلم نفسه. أحسن، عشان ياخد جزاؤه. لا، عشان أثبت براءته. عن إذنك. طموح ده بيجنن، بيجنن. مساء الخير. الناس كده تشوفنا، مش معقول انت بالشكل ده بتعرضني للخطر. دولة انا محتاج لك قوي. اذا ما كنتيش قدرتي تثبتي براءتي يبقى على الاقل تساعديني اهرب بره البلد. اهل نوال مش هيسيبوني، هيحاولوا يقتلوني وساعتها ضميرك هيأنبك طول عمرك. انا مش هقدر اعمل لك حاجه. لو وحياه دو... لا هتقدري، بس لازم نقعد نتكلم وهشرح لك تعملي ايه. اسفه، انا منتظر الناس. يبقى تستني مني تليفون بكره الصبح، هكلمك وهقول لك نتقابل فين. فاهمة؟
الو، ايوه من فضلك، حسين بالهوال. لا الحقيقه انا لسه طلبات البيت مش موجود. مدام دولة خير، اهلا بيكي. طيب اما يجي قولي له من فضلك يكلمني ضروري. شكرا. ازاي نادية؟ قولي لها ألف مبروك. هتيجي إمتى؟ لا مفيش أي حاجة، أصل البيت فاضي من غيرك. حاضر حاضر يا ماما، حاضر. مع السلامة. افتحي يا دولة، أنا محمود. أنا متأسف كده إن أنا جيت بالطريقة دي، بس أنا قلقت عليك لما مجيتيش معاك. أصلي إيه اللي أنت عامله؟ كنت معزوم على العشاء وليت صواصل دلوقتي. انا لقيت المكتب سايب لي رساله انك انت اتكلمت مرتين. خير في حاجه؟ ايوه. الو دولت، انت ايه رحت فين؟ ما بتتكلميش ليه؟ لا 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 ده مفيش اي حاجه. تلاقيك راجع وعايز تنام، ابقى كلمني بكره من المكتب. ايه متوتره ليه؟ لا لا ده مفيش. تحب اجي لك دلوقتي؟ لا 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 ما تجيش. دولة، أنا عارف اللي أنت بتفكري فيه، وعارف القلق والشك اللي اتزرع جواكي من ناحيتي. اسمع يا محمود، أنت لازم. الأستاذة دولة خيري؟ ايوه يا فندم. احنا ما حبيناش نزعج حضرتك، عشان كده جيت بنفسي. خير؟ طب ممكن طبعا، اتفضل اتفضل اتفضل. متشكر. في احتمال كبير قوي يكون موكلك المتهم الهارب محمود شكري اتصل بيك. لا ابدا ما حصلش. طيب دي ارقام التليفونات اللي ممكن حضرتك تكلمينا فيها لو اتصل بيك، وتبقى خدمة كبيرة قوي للعدالة لو حضرتك قدرتي تعرفي لنا عنوانه.
شاء الله. طب بعد اذن حضرتك تنزلنا بس هنا. اتفضلي. واحنا في انتظار زياره لسيادتك. ان شاء الله. على اذنك. لو سمعت. اسمع، انا عارفه ان الانسان ممكن يتعرض لظروف. يا ارجوكي ارجوكي، انت الانسانه الوحيده اللي ما اقدرش استحمل انها تشك فيا. لازم تفهمي ان انا عمري وحياتي بين ايديكي. لازم تفهمي انك انت ممكن تساعديني ان انا اعمل واعيش انسان حر، وممكن توصليني لحبل مشنقه. وعلى كل حال، اي قرار تتخذيه في الحالتين انا هكون سعيد بيه. اقدر اساعدك ازاي؟ انا محتاج 50,000 جنيه. ايه؟ 50,000 جنيه؟ وانا اجيب لك مبلغ زي ده منين؟ ما تتخضيش قوي كده، انا مش عايزهم منك. انا عايزك تروحي بيت خالتي تجيبهم لي من هناك. انا اصلا ما اقدرش اروح بنفسي. وعلى كل حال ده جميل كبير قوي لعمري ما هنسولك. خرب بيتك يا سفروت، كان مستخبي لك ده كله فين يا سفروت؟ يا راجل اقل، لو كان حرامي كان خد العجله مع القسط. ما هو ده اللي غيظني، ده اللي مجنني. عشان تبطل الهباب اللي انت بتستعطاه ده. هباب ايه بس يا عم طاوع؟ اهو انت القسط، شوف نسيت قدام باب شقه ولا ايه؟ قوم بينا ندور عليه، قوم تعالى معايا قوم. عشان تبطل الهباب اللي انت بتستعطاه ده. انت ليك نفس تضحك؟ قوم تعالى قوم تعالى قوم يا خايف. أكيد الصنف بتاع الليلة دي كان مضروب. ما هو أنت اللي جايبه. مين؟ أمي كلمتني من جدة وقالت لي إن أختي تعبت في الولادة شوية. إيه ده يا دولت؟ ولاد المجرم جالك ها؟ دولت، أنت محامية وفاهمة القانون كويس وعارفة خطورة التستر على مجرم هارب من العدالة. ايه يا دولت؟ اتكلمي يا دولت. انا مستعد اساعدك واقف جنبك. انت مش عارفه مكانتك عندي قد ايه؟ دولت ارجوك تسامحيني، قولي لي كل حاجه، ما تخبيش عليا. انا زي ما قلت لك ان انا مستعد اقف جنبك في كل ما في كل وقت. سامحيني يا دولت، وديني بكررها. قولي كلمني. مش عايزه؟ خلاص يا دولت، انت حرة. انا عملت اللي عليا. عن اذنك. حاجة فاطمة؟ أيوة يا بنتي. أنت مين؟ أنا من طرف محمود. محمود مين؟
محمود شكري ابن اختي. هو الحقيقه له امانه عندك عايزها. امانه؟ انا ما اعرفش حاجه. محمود في السجن بقى له مده ما جاش هنا. ما انا المحاميه بتاعتي. ارجوك يا حاجه ما فيش وقت. هو عايز الشنطه بتاعته. شنطه؟ شنطه ايه؟ بصي كده، ده العنوان بخط محمود، هو اللي كتبهولي. انا لا بعرف اقرا ولا اعرف اشوف. طب اسمعي، هو قال لي انه مفتاح دولابه في الزهريه، واظن دي حاجه محدش يعرفها غيره. اظن هو ده المفتاح. ممكن اخد الشنطه بقى؟ والشنطه دي فيها ايه ان شاء الله؟ شويه ورق مهم هيفيد محمود في القضيه. الدولاب هناك اهو، شوفي اللي انت عايزاه. بقول لك ايه؟ نعم. تشربي ساقع ولا سخن؟ اي حاجه. اللي بتدور عليه؟ بيتهيألي هي دي الشنطة. الشنطة دي بقى الورقة اللي فيها جنسه ايه؟ فلوس وجاية تنهبني عن عينك. اسمعني بس يا حاجة، الفلوس دي ممكن تنقذ محمود من حبل المشنقة. ما يتشي ولا يروح بستين داهية. هو عمره شاف الغول اللي أنا عشته ولا شاف خالته أبدا؟ فلوس؟ ده سابني اتبهدل، اتبهدل واخدم في البيوت، يعني الفلوس دي من حقي انا. الفلوس دي من حقي، من حقي. طلبتها في البيت محدش بيرد خالص. مش قلت انا اروح تجيب الفلوس ونخلص بدل ما احنا قاعدين قلقانين كده؟ انت مشبوه، تكون عارف وشك كويس. ما اقدرش ابعتك مشوار زي ده. ليه يا دولت ليه عملت كده؟ تصرفاتك ما بقتش طبيعيه. مش عارفه ايه اللي جرالي. ساعات بحس انه مظلوم، وساعات بحس انه فعلا مجرم عايز يورطني معاه. انت اللي رميتي نفسك في دايره الشك اللي ورطك فيها المجرم. ليه؟ ليه بس كده؟ ليه؟ ما كنتش احب ان انا افشل قدامك انت بالذات. دولت حبيبتي، انا مش خصمك، انا جوزك وبحبك وبتمنى لك النجاح. انا سبق قلت لك قبل كده ان القضيه دي خسرانه، ما سمعتيش كلامي ومشيتي وراء اوهام. ليه عايزه تحطمي اسمي واسمك؟ شوف كده، شوف الصوره دي. صورة محمود مع فاسيوني اللي قتله، وكان بيدعي ان هو ما يعرفوش. انت عارفه مين الراجل التالت ده؟
ده أكبر تاجر مخدرات هرب من مصر من سنين، وأكيد دلوقتي هو بيشتغل في المخدرات بيتعاون معاه محمود وبسيوني، والصورة دي تؤكد لك إنه لازم يشتغلوا مع بعض دلوقتي. يبقى كده الأمور وضحت، وضحت تماما. التلاتة هربوا الهيروين في شنطة والد نوال بمساعدة محمود طبعا. محمود طمع في الغنيمة، حب ياخدها لوحده، خاف، خاف من بسيوني اللي يهدده، دبر له الجريمة. تصور معقول؟ أنا عايزك تفكري معايا، ليه محمود حاول يقتل نوال؟ لأنه حس إنها اكتشفت علاقته الحقيقية ببسيوني وتورطه معاه. صح، ابتديت تفكري معاه. شفت الواحد لما يتحرر من أوهامه يشوف الحقيقة واضحة قدامه إزاي؟ هتعمل إيه؟ هبلغ البوليس، أكيد المجرم هيجيلك يطالبك بالفلوس، يبقى فرصة القبض عليه. إيه؟ طب وأنا؟ إزاي يعني؟ عايز تعمل لي فضيحة في العمارة؟ الناس تقول عليا إيه؟ خلاص تيجي معايا بيتك؟ ما مش ممكن أسيبك كده لوحدك. آسفة مش هقدر، أصل والدتي جاية بكرة ولازم أطلع لها المطار. خلاص يا ستي نطلع لها المطار سوا، هتبقى مفاجأة حلوة عشان مش كده ولا إيه؟ تفتكري مين؟ بيتهيألي هو. طب اسمعي، روحي افتحي له، أنا هكون جنبك ما تخافيش. حسين الهواري المحامي. مساء الخير يا فندم. لا لا انا بكلمك في موضوع مهم جدا، انا عايزك تبعت لي قوه دلوقتي حالا. الولد المجرم اللي هربان من السجن ده موجود دلوقتي هنا. فين؟ ردي عليا، هنا فين الفلوس؟ ما جبتهمش. ايه ما رحتيش؟ رحت وسبتهم لخالتك لانها اولى بيهم. نعم يا اختي، سبتهم لخالتي لانها اولى بيهم؟ وانا؟ لا اسمعي بقى، انا ما كنتش في الاونطه دي. انت تطلعي بفلوس وايه اللي هروح فيك الجريمه؟ مش بعيد عليك، ما انت بقيت مجرم. يا خراسي وخدت فلوسي الحراميه نصابين. سلم نفسك للعداله احسن لك يا محمود. اوعى تفتكر المسدس ده هيحل مشكلتك. هو اوعى تفتكر انت كمان كلامك ده هيحل مشكلتي. انا دارس قانون زيك بالظبط يا استاذ، وهعرف كويس قوي اخد فلوسي منكم يا نصابين يا حراميه. اسمعوا، انا مش خارج من البيت ده غير لما اخد حقي، انتوا فاهمين؟ طلعوا لي فلوسي من تحت الارض. ولا كلمه. Thank you.
افتح يا خالتي. انا محمود. وكمان بعت لي واحد تاخد فلوسك اللي هنا وتحايل عليها تديني اي جنيه. انا جعانه تضربني وتموتني. انا ناقصه غلب، ناقصه غلب اكتر من اللي انا فيه. مش ممكن يا ربي. ليه بس كده؟ طب قولي، قولي ان لك فلوس هنا في الدولاب تسيبني كده وجعانه ميته من جوع. يا ربي ليه؟ ليه؟ ايه يا حسين؟ انت لسه ما خلصتش؟ انا مستني الحكم، وبعد كده عندي قضيه في قاعده سكه. قولي لي الاول انت عملت مبروك مقدم. الله يبارك فيك. قولي لي الاول انت عملت ايه؟ اجلوها الجلسه ب 25. لا ان شاء الله براءة. تفتكر؟ طبعا، ده المذكره اللي انت مقدماها 100%. تحب استناك؟ لا لا، نواحيني وحب حصرك. على فكره تبقى سخنين الاكل. انت على طول جعان. سلم نفسك، مفيش فايدة من اللي أنت بتعمله ده. أنا معرفش، مستحيل. اطلعي يا مدام. يلا بقول لك اطلعي. احنا رايحين فين؟ سوقي وانت ساكتة. إذا كان على الفلوس أنا مستعد أرجع البيت وأجيبهم لك حالا. ما تشيليش هم الفلوس. الفلوس هتيجي لحد عندي وفوقيهم بوسر. اقفي هنا. بقول لك اقفي هنا. بطلي العربية وانزلي. هنزل نروح على فين؟ السكة ما ينفعش فيها عربية. يا محمود أنا ساعدتك على قد ما أقدر. لسه بدري يا استهان، اتفضلي انزلي. تعالي. تعالي. سيبني. ما تحاوليش تعملي كده تاني، ها؟ عشان نفضل أصحاب.
غريبة، لا في البيت موجودة ولا في المكتب موجودة، هتكون راحت فين بس؟ أنا ابتديت أقلق يا أستاذ حسين. أهلا محمود بيه، شغلتنا عليك يا راجل. فكرت كل حاجة ذاكرة إيه؟ كل شيء تمام، روقت المكان وبقى زي الفل. انزلي. انزلي. أنتوا عايزين مني إيه بالظبط؟ انزلي. محمود بيه اللي عاوز. استنى. انزلي. واحنا خدامين ضيوفه. انزلي. خش جوه. خش جوه. خش جوه بقول لك. تعالي. خدي بقى بلاش معاهم حبايب. خشي. خشي بقى. عمري ما هسامح نفسي ان انا ساعدت واحد زيك. شفتي بقى ازاي انا عبقري قدرت اقنعك ببراءتي؟ بيتهيألك يمكن تكون خدعتني لفتره، بس بعد فتره عرفتك على حقيقتك. طب ولما انت بالشطاره دي ليه استمرتي تساعديني؟ انا جاتلي اكتر فرصه عشان ابلغ عنك، لكن خوفي من الفشل قدام حسين هو اللي خلاني استمر في مساعدتك. كبريائي منعتني ان انا اعترف بالهزيمه وان حسين كان على حق. الله، ده انا على كده بقى لازم اشكر حسين مرتين، مره لانه خلاك تساعديني ومره لانه هيجيب لي الفلوس اللي كانت عندي. قلت لك فلوسك ما خدناهاش، انت مش عايز تصدق ليه؟ ما بقتش تفرق معايا، المهم ان انا فلوسي تجي لغايه عندي والا مش هشوف التاني. وفاكر ان حسين هيستجيب للابتزاز ده؟ ست هانم، الراجل لما يحب يعمل مستحيل، بس انا مش هسمح لك ابدا تعرضه للموقف ده. يا ده انت سافل بشكل. بقى انا مراعي لغايه اخر لحظه حته العلاقه الطيبه اللي كانت بيننا في يوم من الايام، لكن ما دام مساله بقى وصلت لغايه السفاله متهيألي لازم ابقى اهل للصفه دي. ها مش كده ولا ايه؟ ها؟ أكمل سفارة؟ كلمني هناك. Thank you.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أكلم القاهرة ضروري، اتفضل. الخطوط عطلانة، تعالى بعد شوية. كل حرارة. عايز أكلم القاهرة ضروري. ها؟ أه؟ على عين حال. شكرا. نبدأ كده. أستاذ حسين، سمعتي وسمعة بنتي أمانة في الأبد. أنا خصومي كتير وهيستغلوا الحادثة دي ضدي. أستاذ حسين، هو البوليس لسه ما لقاش محمود؟ هيلاقوه يا حبيبتي، هيلاقوه، ما تقلقيش. أنا مش هستريح لما أشوفه متعلق في حبل المشنقة. ألو. أيوه أنا حسين الهواري. مين اللي بيكلم؟ خدت ال 50,000 جنيه بتوعي. يعني بتهيألي واجب عليك تردهم لي. اصل عقبال عندك مسافر بلاد بره. قلت لك فلوسك احنا ما خدناش، حتى لو كانوا 50,000 مليم. اوعى تفتكر ان انا هستسلم لابتزازك الرخيص ده. اسمع يا محمود، من مصلحتك تسلم نفسك. استاذ حسين، في حاجه ما تعرفهاش. مدام نولة دلوقتي تعتبر ضيفه عندي، فانا عارف طبعا مدى معزتها عندك قد ايه. اذا ما جبتليش الفلوس النهارده بتهيألي مش هتشوفها تاني. ايه مالك؟ ما بتردش ليه؟ والفلوس هتوصلك ازاي؟ هجيبها لك فين؟ طيب. ما تقلقش يا استاذ حسين، فلوسي كلها تحت امرك. خد اللي انت عاوزه وانقذ مدام دولت. انتوا بتقولوا ايه؟ نديله الفلوس بايدينا عشان يهرب وما نعرفش نطوله؟ احنا لازم نبلغ البوليس. ارجوك يا مدام نوال، مفيش داعي للشوشره. يعني ايه يا استاذ حسين؟ انا ما كنتش اتصور ابدا انك تضعف قدام مجرم زي ده، ده انت راجل قانون. انا فعلا راجل قانون، بس الست اللي بحبها في خطر وما اقدرش ابدا اغامر بحياتها. لكن انت فعلا بتغامر بحياتها لما تثق في مجرم زي ده. مفيش مجال للمناقشه يا جماعه. استاذ حسين، انا مقدر شعورك. اتفضل معايا، خد المبلغ اللي انت عايزه علشان تلحق تروح قبل الميعاد. انا متشكر يا استاذ عبد الجواد، الفلوس موجوده والحمد لله. اتفضل اتفضل. Thank you.
سوق الاهداف دلوقتي. هيك منين؟ كده. روح اوعى. الفلوس اشوف دورك الاول. الفلوس من غير كلام كتير. وفين محمود بتاعك ده؟ فين؟ فين قول لي؟ قدامي. اقف عندك. انفذ. فين دورك؟ مش قادر مش قادر، رجلي بتنزل. مش قادر يا اخويا. طب انا هخلص عليك. لا 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 لا، انا بعد امرك. انفذ قدامي. ايه هتعمل ايه؟ هوصلك، اتفضل. اسمع، انت بتنفذ اللي هقولك عليه والا هخلص عليك، فاهم؟ زكريا ما رجعش يا مدام، الظاهر ان جوزك لعب بديله. قومي بينا تاني. حرام عليك بقى، سيبني في حالي. اسمع بقى، ما اقول لك انا المره دي مش عايز دقت، بلاش معايا وقومي بينا. جاب الفلوس ده باينه بيحبك. يبقى خلاص اعتني وخلينا اروح لحالي. ايه يا حبيبتي؟ لحقت ازاي مني؟ ده احنا لسه قدامنا مشوار طويل، بس اوعدك هتكوني اخر حاجه تشوفها عليا قبل ما اسيب مصر. اتفضلي يا مدام، اتفضلي يا مدام. عالي. ايه مال رجلك؟ رجلي يا استاذ محمود. مالها؟ اتعورت في حديده. هو ده وقته دلوقتي؟ وقعت يا محمود. Let's go. Go with the team. Go.
فضلي حضرتك في الوضع اللي انت عارفاه. خش جوه. هو طيب يا محمود، المرة دي مفيش سكينة تفتحي بيها الباب. يا استاذ حسين الحمد لله انك بخير. الحمد لله.